السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير دايما يا رب. النهارده بقى كنت قاعدة كده بنضف المروحة كده وانا قاعدة، فقلت اعمل لكم كده يعني فيديو كده جميل وانا قاعدة بنضف المروحة. يا رب كده الفيديو يعجبكم يا رب وينال اعجابكم. ان شاء الله بإذن الله كده يكون فيديو جميل. طبعا بنضف المروحة على طول باستمرار اول بأول، عشان كمان لو عليها ايه، طبعا عشان ماسكة التليفون بصور بيه بإيد واحدة والتانية شغالة بنضف بيها. يا رب كده الفيديو ده كل الفيديوهات اللي بنزلها تعجبكم على طول اول بأول ان شاء الله بإذن الله. يا رب دايما ان شاء الله بإذن الله فيديوهاتي كلها تعجبكم. ايه طبعا المروحة مش لازم انتي بقى تعرضيها بقى لغسيل بقى وكده وتحطي عليها مية ومش عارفة ايه، لا لا الكلام ده مش هينفع خالص. هي بس يا دوبك بقى بحتة بتاع الفرش، هشوفي شايفين التراب والطين اللي طالع معايا اهو زي ما انتوا شايفين كده، هي يا دوب بس بحتة قماشة كده وتنضفي بيها الأتربة اللي بتبقى على المروحة بس كده، وتعمليها من فوق كده شايفين التراب اللي طالع، بتبقى جميلة جدا. بس تعمليها كده يا دوب بس زي ما انتوا شايفين معايا كده، وكمان برضو من تحت القاعدة بتاعت المروحة من تحت تعمليها كده تنضفيها بس كده كده من التراب بس اللي فيها، يا دوب بتمسحيها بس كده عشان هي كمان بتبقى مدربة يعني كده، بتمسحيها زي ما انتوا شايفين كده. يا رب يا رب الفيديو يعجبكم وينال اعجابكم ان شاء الله بإذن الله يعجبكم. اي فيديوهات بنزلها على طول اول بأول بيكون محتواها حصري يعني، ان شاء الله باذن الله تعجبكم وتنال اعجابكم. ايه النهارده كنت عامله كده يوم مخصوص للتنظيف الشقه يعني، وتوضيبها وكده وتنظيفها، فقلت بقى المروحه بقى هي الايه اللي كانت فاضله ولسه باقيه دلوقتي يعني، خلاص ده اخر حاجه بعملها يعني اخر حاجه، فقلت اصورها لكم كده وانا قاعده. يا رب كده تعجبكم يا رب. و زي ما قلت لك بقى المروحه مش محتاجه ان انت بقى تعرضيها للميه ومش ميه ومش عارفه ايه، لا يا دوبك هي بس مسحه بسيطه كده زي ما انا بعملها كده، ان شاء الله هتلاقيها جميله وبتلمع كده وحلوه اهي زي ما انتوا شايفينها كده، هتلاقيها حلوه وجميله وبتلمع لوحدها.